فريق زد اف سي بعودة قطة إلى ملعب اللقاء. كان أعير أحمد عاطف قطة من قبل لفريق المقاولون العرب. بيتر متوموسي كرة تتلعب وسط الدفاعات ومحاولة لهدف ثاني، ثاني الأهداف، هدف عن طريق البلوبي عبد الرحمن البلوبي، يوقع على هدف ثاني مع الدقيقة 22 عند منتصف حكاية الشوط الأول. يكمل الرواية عبد الرحمن البلوبي بثاني الأهداف، يوقع في شباك صبح سنادة تتمادى، رسمت البسمة والسعادة. الصناعة كانت عن طريق بيتر متوموسي الكونغولي الذي صوب وسدد وتقدم وأعلن عن افتتاح التسجيل. هو صاحب التمرير للبنوبي اللي تفعل الكرة في الشباك ليرسم لوحة جديدة.